هاي، تعتبر الموضة ثالث أكبر صناعة ملوثة بالعالم وثاني أكبر مستخدم للمي، وبتساهم صناعات التياب والأحذية ب 8% من انبعاثات الغازات الدفيئة. تقارير أخيرة دلت أنه 3 من أصل كل 5 قطع تياب تنتهي بالمكبات أو المحارق بعد أقل من سنة على إنتاجها، علماً أنه الألبسة المصنوعة من الألياف الاصطناعية ما بتتحلل. استعمال التياب قل بنسبة 36% مقارنة بسنة 2004، هالشي بيعني عدد المرات يلي منلبس فيها القطعة. بيتم خسارة حوالي 100 مليار دولار من المواد الداخلة بصناعة التياب سنوياً، لأنه أقل من 1% من هالمواد عم بيعاد تدويرها، وبالوقت يلي زراعة القطن تتطلب كميات كبيرة من المي والمبيدات المضرة بالبيئة. مين قال إنه مع حلول 2030 من المتوقع زيادة تبلغ 148 مليون طن بنفايات الموضة؟ أنا قال. بشوفكم بكره.